çak bir kibrit rolunu ver, ver ateşe. Omuzun da hayatın yükü, yüzünü dön, dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik, kendimize yönettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe, bile bile daldık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın bu gece sende. لك شبك يا زلمة صاير مثل ختيار البستون والشيب معبي راسك ولساتك لهلك اليوم تروح تعدي بالقهاوي. روح طلع سافر، شف لك شي شغلة محترمة، مو معقول تضل عالي على المجتمع. ليك مين عم يحكي؟ ولك شي مرة اسمعه كلامي شو بيصير يعني؟ أيوة أخيرا وصلت على مكتبي. يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم. يلا تعب شبك عم تصفر؟ عم نفكر بالورق. يلا لشوف اعطينا من الخيرات اللي ببلاش. يا اهلين صباح الخيرات. وانا ما استصبحت لهلا وما بستصبح لدوق من البيره اللي مخبيه تحت. عمو انت والله حالتك عم فكري ليك بخصوص البيره اللي ببلاش يكون بعلمك العرض المجاني تبعي بيخلص اليوم. جايين يعملوا علينا من بكره ما في مصاري ما في بيره. مرتضى يكون بعلمك انه ما حدا منهم بيخفى عليه سر. السلام عليكم يا جماعه. صاحبكم مرتضى هو امرك. انا الصبح شفت المختار وأنا جاي لهون وسأل عنك. لك اطلع من هالحركات اطلع. والله جد وقال لي لازم تروح لعنده. والله جد ايه؟ المختار شو بده مني يعني؟ شو بيعرفني؟ بس أكيد في شي بخص أوراق رسمية. يلا جدد على السريع. يا زلمة خد نفس. يعني ما فهمت اللي ليش؟ لا والله ليك بلكي بيكون في شي بخص راتبك. شو هالحكي الراتب مطول لساتنا بنص الشهر. يا زلمه عم فكر منين طلعت. قاعد معنا ومالك معنا مخك بغير قرني. لك مخي منين جبت؟ يا زلمه بيرتك سخنه بردها شوي لبين ما اجي رح شوف المختار ورجع لك. يخرب بيتك شو بلوعه. جدد لك شاي عن طيب. ايه هذا حمك حاجتك لكاعه. العب له القص وافتح بستون ما بدها تفكير كثير. سلقت لك البيضه اللي كنت مخبيتها بالبراد. ها بيضة مسلوقة؟ ايه بيضة مسلوقة. أصغر واحد بالعيلة دائما بتكون واسطته كبيرة. بس اوعك تخبر حدا اتفقنا؟ يلا بلش. تولاي أهلا وسهلا. أوه حبيبي القمر عصومة خير شبك. ليش هيك وشك أصفر؟ والله مو عرفانة من امبارح وأنا مو على بعضي وحاسة بدوخة. لا اوعك تعدي جنب عصمت بلكي عديتي. ايه مزبوط معك حق والله. ريحة البيض. عصمت كمل على مهلك يا تولاي. تولاي 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 أنا رح فوت. ها تولاي شو بك استفرختي؟ ايه استفرخت. شو القصة؟ والله ماني بالعادة. ايه فعلا وشك اصفر كتير. امشي خلينا نروح المستوصف يلا. وشو الفايدة؟ إذا ما رح يفحصوني بالأصل بيعطوني مسكن والله معك. أنا كنت ممرضة وبعرف. هي أول مرة بتضايق هيك من فترة طويلة. ممغوصة على طول والروايحة مثل عيني نفسي. تلاي؟ لتكوني حامل يا بنت. معقول كون حامل؟ وليش مو معقولة؟ أمي وقت حملت بعصمت هيك كان يصير معها. مو حاسة بهدة حيل وتعب؟ بلا. وعطول نعسانة؟ ايه صحيح. تولاي امشي خلينا نروح نعمل اختبار. لا دخيلك. بدك تعلقيني بلسانة للمخبرية الحقيرة؟ طويلة لسان وما بترحم حدا. هي بتفضحنا هلا. فضيحة شو هي؟ انتي متزوجة اصلا.
اي والله صح، انا متزوجة، ما صدقت الكذبة ولسه ما تعودت. بالاول لخبر مرتضى ومنشوف، بعدين نعمل اختبار. يعني معقول كون هيك عن جد؟ شو بيمنع يعني؟ على اساس تورجيني على البيت يلي اشتريته للميس، مو قلت لك كذاب وما بتصدق؟ وصلنا. كيف يعني؟ هذا البيت، هذا هو، هذا هو البيت، هذا بيت عمون عمان والاسبوع الماضي نقل منه. مزبوط. تعالي يلا. شو هالبيت؟ أكبر وأحلى من بيتنا. يعني أختي ما أجت معك لهون ولا مرة؟ لا ولا مرة. مثل مالك شايف البيت لساته عم يتزبط، رح يكون مفاجأة بالوقت المناسب. ياي شو كبير، عن جد حبيته كتير. وقريب علينا، حتى فينا نساوي ممر تحت الأرض بينه وبين بيتنا. والله الفكرة ما بتزبط غير بأفلام الكرتون. ليلاس، ما رح تخبري لميس ما هيك؟ ما بعرف، ما أخذ قرار بعد. طيب بس بالأول قلي أنت، ليش قلت انه امك وابوك ميتين؟ ليش ما قلت لنا انك غني وعايش بقصر؟ ليش ما قلت اسمك الحقيقي؟ ليش؟ اذا قلت لي حقيقه وقدرت افهم يمكن وقتها ما خبره. ليلاس، صدقيني لو بقدر كنت خبرتك. انا هلا ما فيني اقول شيء للميس، صدقيني رح اقول بالوقت المناسب. ومن هون لتجي هي الفرصة، معلش يضل بيناتنا الموضوع. لك كيفك يا شاب؟ كيفك حامد؟ قال طلبت تشوفني. شرفت والله يا فكري. مشكور مشكور أخي حامد، بس قلي لشو بعت وراي؟ ما بتعرف إنه عندي حساسية مفرطة من الدوائر الحكومية؟ دغري بيصير معي دوخة وبحس إنه رح يغمى علي. بس هو مكتب مختار يا فكري، مو مؤسسة الضرائب. دخيلك شو الفرق؟ كله نفس الشيء، كله ملفات وقضادير وأختام وطوابع كمان. إيه خير، ليش بعت وراي؟ فكري صار في مشكلة بخصوص راتب المعونة اللي عم تاخده. شو عم بتقول؟ ليش شو براتب المعونة تبعي؟ انت ما عم تاخد راتب من الدولة؟ هلأ ممنوع تاخد راتب تاني. لا ليش، نحن مو سبق ولقينا حل هاي المشكلة؟ لقينا حل لأنه شكران وقتها ساعدتنا ومشت لنا الأوراق، لحد اليوم ما صار معنا أي مشاكل. ايه شو اللي تغير هلأ؟ هلأ سجدت شي على الموضوع، طالعوا قانون جديد قال لازم كل سنتين تتجدد عندي كل الثبوتيات. ايه يعني هلأ لازم نبعث للوزارة وثيقة جديدة ولازم شكران توقعها مرة تانية. هلأ هي المشكلة تبعك؟ هات الوثيقة وأنا بوقع لك بدالة. ما رح تزبط بتوقيعك، الوثيقة القديمة هي موقعتها، شكران لازم تجي وتوقع الجديدة. اوعك تجيب لي سيرتها. ما تقلي شكران أبداً، من سنين لهلا ما ورجتنا وش هي الملعونة، وما بدي لا اشوفها ولا اسمع صوتها، الموت اهون علي من شوفتها. اوعك تجيب لي سيرتها، لو بموت ما بحكي معها. بعدين ما بدك اعرف وين اصلا لحتى اجيب لك اياها لهون؟ مين بيعرف باي جهنم حمراء هي هلا؟ شكرا. عايشة باسطنبول، مرتي شافتها.
وحكيت معه. شكرا. عايشة باسطنبول؟ جابر، شو رأيك نظبط شغل أنا وياك؟ كيف يعني؟ يعني مثلا نفرط محرك كم سيارة قديمة، هالقطع ما بيلبكونا ببيعهم، يعني مندبر حالنا فيه، مو أحسن؟ مو بس جاهل كمان غبي. لك الشرطة عينا على الورشة لأنه الندل خبرن علينا وقال عامل فيها وفي وطالعني من السجن. لقوا كمش علينا فيديو بالآخر. بدك يعني انسى الموضوع كأنه ما صار شي، ما هيك؟ شو رح نعمل طيب؟ ماشي، أنا اللي بعرف شلون بدي دفعه الثمن. هاد الواطي نسي هلأ إنه نحنا كنا السبب بكل المصاري اللي معه؟ عم أهلك لوين؟ أوعك تروح لمحل، أنا ما بطول راجع. أنت شو عم تساوي هون ولا؟ أخي أنا شو اللي جابك لعندي؟ مو كان بدك يعني اعترف؟ جاي لهون لا اعترف لك. فوت لجوا، تحرك. فكري فكري. شكرا. شكرا. ايه شكرا، لازم توقع على الوثيقة وإلا ما بتنحل المشكلة. أخي حامد ما ناقصني مشاكل، خلص أنت جيب الأوراق وخليني وقع لك عليهم وبيمشي الحال. مستحيل يا فكري، هذا بيصير تزوير بالأوراق الرسمية وهي مخاطرة. لاقي شكران وخليها توقع لتاخد المصاري، بدون توقيعها ما بيعطوك. ورح سكر هذا كمان. ايه شو رح نساوي؟ احكي. طيب انا بس اجي وين بدي نام؟ كيف يعني؟ يعني انا اذا اجيت على بيتكم وين بدي نام؟ معنى توافقتي وما رح تقولي شي للميس؟ مبدئيا لا ما رح اقول لك. هيك بدي اياكي. بس ما تفكر إنه الموضوع خلص تسكر، بدك تنفذ لي بالأول كم طلب. تمام. أنا بدي أجيب لي علبة شوكولا وتكون كتير كبيرة. ماشي موافق، اعتبري طلبك مقبول. شوكولاتة ماشي، وبشو بدك إياها، مع مكسرات؟ إيه بالبندق. ايه بالبندق. بدك شوكولاتة بالبندق، هذا أطيب نوع. طيب وشو كمان؟ بدي طقم ألوان عجبني كتير، شفته بالمكتبة يلي جنب المدرسة تبعنا، بتجيبه. اتفقنا، شوكولاتة بالبندق وطقم ألوان، شو كمان؟ إذا خطر لي شي كمان ببقى بقلك. ماشي سامح بيه؟ في مجال أنا كمان أطلب منك طلب؟ ما تناديلي بهالاسم. أنا مو موافق على هذا الطلب. ارتكي هلا منيح هيك؟ أي تمددي إذا بدك، أنا قايمة. ليش لا تقومي؟ بدي ساوي لك شاي. شبك لميس ما تبالغي. إيه فرحانة فيكي. عصمت رح ينبسط كتير لما يجي أخ حلو كمان. لميس شو لزوم هالحكي، والله هيك بتوتر. ليش هالتأخير؟ خلص ليكنا اجينا، عملنا مشوار بالسيارة بعدين أكلنا مع بعض، ما هيك ليلاس؟ بلا. وآسفة لا تزعني مني. بعدين منحكي، فوتي هلا، شكله ما في مدرسة اليوم. يلا. معلش اهدي شوي عليها، كانت متضايقة شوي استوعبيها. وأنا مين بده يستوعبني بالله؟
أنا اللي بستوعبك وبتحملك. مالي حابب إني روح بس مضطر. ما حلك هلا إجي. فعلا بس عندي شغل. مو بكير على الشغل؟ هو بكير، لا قصدي مو بكير، يعني مثل ما بتعرفي بأول الشغل بصير في شوية مشاكل، بدي طول بالي عليهم. طيب ماشي. طيب طبعا ما رح أقدر هلا أبوسك. مستحيل. شفت كيف أنا عم استوعبك؟ شفت. أوكي لك، بس إذا إجا يوم وبطلت استوعبك لا تبقي تلوميني. ماشي. يلا بشوفك. أكيد. باي باي. أنت عم تتمسخر علي ولا شو؟ قديش جوا قلت لك أحكي وكان في محققين وما حكيت، وبعدين قلت لك أعطيني اسم ما هيك؟ وما عطيتني، وإجا المحامي تبعك وطلعك. يعني بالسجن ما بتحكي بس بتجي لهون وبدك تعطيني اسم وعم تطلب مني إنه ما بدك تتورط؟ لك شو أنت مفكرني غبي يعني؟ نحن شغلنا كله بالأدلة مو بالشك. فكرك ما بعرف إنه بدر هو يلي ورا الموضوع؟ عرفته يعني؟ ماشي، شو بدك يعني أعمل؟ لازم تجيب لي دليل. عم تفهم علي؟ لازم يكون بين إيدي دليل على تورطه لبدر، وقتها بس بقدر حطه بالسجن. وأنت بتروح بطريقك. شكراً هلأ باسطنبول. شكراً هلأ باسطنبول. شكراً هلأ باسطنبول. لك ليش؟ لك شو صار معك فكري؟ مو قلت لي بدك تحلق ولا ما صار معك مصاري؟ شكراً رجعت لهون على اسطنبول. وهي شكراً مين بتكون؟ بعدين ليش عم تحكي بصوت واطي؟ لك شكراً طلعت باسطنبول. شكراً عايش باسطنبول ولك؟ شو صار له؟ طيب إذا صار معك أي شيء بتخبريني فوراً. ماشي أكيد بحكي معك. طيب. لميس معلي ما تزوديها علي لعسكر مالي. والله ما بعرف شو بدي أعمل معها، لك كل أساليبي ما نفعوا. إيه معلش اتركيها بحالة شوي. بالله أتركها بحالة والولاد يفلتوا. طيب حبيبتي أنت أدرى بمصلحته. بشوفك. بشوفك. انتبهي لحالك واتصلي إذا احتجتي. إيه تمام. بعرف انه انت معصبة مني بس انا مو معصبة، انا كنت مرعوبة وخفت ليكون صاير معك شي. ايه انا اختكن الكبيرة بعصب عليكن لانه بخاف عليكن. وانا بعتذر منك. طيب ما رح تخبريني شو صار لحتى عملتي هيك؟ ما فيني خبرك. ليلاس انت لو كنتي مكاني شو بتعملي؟ حطي حالك مكاني، شو اعمل معك؟ لميس انا بعرف انك عم تضلي حامله همومنا على طول، ونحن عم نضل نخوفك وما حدا عم يفكر فيك بنوب. لهيك انا حابه ساعدك واقف جنبك. اذا بدك تساعديني عن جد ما بتروحي لاي محل من دون ما تخبريني، اتفقنا؟ لميس هلا انت عن جد بتحبي لبدر؟ شو هالسؤال ليلاس؟ مو حلوه تتدخلي بخصوصيات اللي اكبر منك، عيب. بدك تتزوجي ما هيك؟ يعني انت رح تتركي البيت؟ ليلاس انا مو مثل امي، ما رح أترككن بنوب، مستحيل. عم تفهمي؟ يلا هلأ رتبي سريرك وتعي فطري.
ايه جوردن بي، شو نوع البوط اللي بدك اياه؟ ايه نوع مو مهم، بس انا رح جيب لك احلى بوط. حكمت، انا رايح اشتري له بوط، ببقى بشوفك بعدين. طيب شوفكم المساء. خير في شي؟ ولا شي. شو بيكون فيه؟ كيف يعني؟ يعني بكل بساطة ولا شي صعبة تفهمها؟ انا رايح على المحل. استنى سبقني فيكم. شو في ولا؟ احكي لي بصراحة، خابص لك شي خبصة؟ انا بصراحة واقع بمشكلة. صارحت لأسراء مو هيك؟ مو هيك كتبت لها مكتوب. شو يعني؟ يعني تركت لها مكتوب بالجاكيت. وتارك دليل ضدك كمان يا حضرة العاشي؟ افترض انه عاصم أراه. على فرض انه أراه، شو بيطلع بإيده يعمل لي مثلا؟ ما بيقدر يعمل لي اي شيء. ما اختلفنا انه ما بيقدر يعمل لك شيء، بس اذا شاف المكتوب فكرت شو ممكن يعمل بإسراء مثلا؟ عن جد انت واحد غبي. رايح على المحل. الله معك، ان شاء الله بتلاقي المكتوب بمحله. حضرة العاشي احمد. خير؟ كيفك؟ منيح. خير؟ شوفي في مهمة جديدة. احكي. امتحان محرز. يا موجة قلت لك انسي الموضوع، كانوا رح يكمشوني هديك المرة. هالمرة مو امتحان ثانوي اصلا، حيكون امتحان قبول جامعي. قبول جامعي فرد مرة يا موجة؟ عادي، لانه ما حيكون عندهم تدقيق مثل الثانوية، يعني ما في شي بخوفك، وهالمرة رح يحطوا صورتك على هوية الطالب. لا مو مضطر لهالمخاطرة، وانا مكتفي بالدروس الخاصة. هلا بدي روح اشتري بوط لاخي فكرات. يلا بشوفي. يلا ولا باسكتبول لك. مرحبا. شو مكتوب بهالورقة؟ جاوبيني. لك احكي بقى اسراء. انت شايف شو مكتوب فيها؟ ما عم افهم عن شو عم تسأل بالضبط. حكمة تعال لهون. لك شو صار لك؟ تحرك. شو هاي ولا؟ ها؟ شو هاي؟ عاصم هاي فاتورة. بالله جد؟ شو هالمعلومة الخطيرة؟ ليش تطلبوا هالفاتورة؟ كيف بلا ما تسألوني تطلبوا هيك فاتورة وما معكم حق بنوب؟ مين سمح لكم بهذا الشيء؟ لشو عم تصرخ؟ حكمة ما دخلوا بالموضوع. حكمة خلص يلا روح كمل شغلك. ماشي. كم مرة قلت لك من عند هالرجال ما تنزلي بضاعة أبداً؟ مانك شايفة كيف عم يسعر؟ لكن انزل على السوق وجيب لنا بضاعة، بكفي اني عم بيع هون. وبتطول لسانها كمان. هاي النتيجة وقت ترخيلهم الحبل. عاصم لوين؟ رايح. شو بدك مني؟ إذا في شغل مو فاضي أنا بروح بساوي بدالك. وأنت شو بفهمك؟ خليك هون وبس. عاصم بس قلن ينتبهوا لأنه الجاكيت قديم وخايفة يهتري على الغسيل. وناقص غير تقليلي خلص من المصبغة ورجع لعندي بسرعة. فعلا إنكن ما بتنعطوا وش أبدا. استنى عاصم، إذا مشغول يعني ومانك فاضي أنا باخده عنك وبجيبه بس يخلص. لك شو قصتك؟ ما قلت لك لا. ولا مفكر تهرب من الوقفة بالدكان؟ عقلك الصغير هيك عم يفكر. ايه يلا انا رايح. حكمات انت منيح؟ مبين مو على بعضك، اذا تعبان فوت ارتاح. لا مو تعبان. انت متأكد؟ متأكد، اطمني. طيب انا مضطرة اطلع، فيك تقعد هون لبين ما ارجع ما هيك؟ طبعا ما في مشكلة. ماشي، وانا ما رح طول، اذا احتجت شي دقلي. اكيد. ماشي. قديشك غبي عن جد؟ ليش لتعمل هيك اصلا؟ لشو المكتوب يعني؟ كنت بعت مسج على الموبايل. والله لا يموت عاصم اذا بيقراه. لك العمى ما اشحشك، فعلا انك جحش وما في بهالراس ذره مخ. يا الله.
انا من عمري 7 سنين فكري. وانا بلعب جاي اعمل علي معلم. يعني انت عم تعطينا محاضرات؟ كم كاسه صرت شربة؟ ما عديته. لو ما بعرف عددهم ما كنت سألتك. مع هاي صاروا 8. خير ان شاء الله. كأنك اليوم مو على بعضك. ايه كتير بشي حد اليوم. خير بس ما تكون مريض. بلا انا مريض. هيك لك. ايه وشو مرضك؟ شكرا طلعت عايشة في اسطنبول. معك حق تنقه. والولاد عرفوا بهالشي؟ أنا ما أدريت فيها غير من شوي. الله يلعن سيرة. إن شاء الله تحترق بنار جهنم هالخاينة. خلاص روح. وشو رح تعمل؟ هلا بدي يوم روح. حقوم صب لك كاسة بيرة تاخدها معك وعحسابي هالمرة. ايه مشكور بس عبي ليها على الاخر. تكرم. عن جد يسلموا ايديك على كل شيء يا احمد. لازم تشكر لميس قبل. احمد الصراحة في موضوع كمان ومو مسترجي اقول للميس. قول شوفي. المدرب قال بده ياخد فريق السلة على مخيم صيفي. حلو كتير. ايه حلو بس قال اللي بده يشترك لازم يدفع مصاري لحتى يسجل له اسمه. كمان المخيم بده مصاري؟ ايه اخي طبعا. شو بدك المدرب يدفع من جيبته؟ طيب خلص انا بعطيك. ما تخبر اختك. اها فكرة. خد اغراضك واسبيني على البيت. حبيبتك عم تستناك. روح انقلع ولا. كيفك فكرة؟ منيحة. وانت كيفك موجة؟ منيحة. وينك لهلأ؟ مليت وانا ناطرة. الله يخليك اشتري تليفون لحتى نتحاكى. لانه معي مصاري ومطنش التليفون. انت شو قررت رح تساوي الامتحان؟ قلت لك ما بدي خاطر موجة. الولد بده يدفع لك 1500 ليرة لك لحالك غير حصتي انا. والدفع مقدم؟ طبعا. ايه طيب اتفقنا. بس الامتحان بكرة كيف بدي لحق ادرس؟ ما تاكل هم. جبت لك النوت والكتاب تبع المادة. طيب ماشي بس ما توثقي فيني لهالدرجة. ورجيني النوت او الكتاب تبع المادة. تفضل. لا وجايبتيه معك يعني متأكدة اني رح غير رأيي. يلا بشوفها. قبول جامعي. معلم احمد. معلم احمد. ايوه. وقف وقف لا تقفل في الي غرض. شبك حكمت ليش هيك ملهوف؟ روق خد نفس. اخي احمد كان في جاكيت لإسراء خانم. شو صار خلص تنظيف؟ لا والله لساته بالغسالة. بكرة الصبح بتلاقيه جاهز. عن جد؟ طيب ما لقيت ورقة أو شي بجيبة الجاكيت؟ لا والله ما في شي أبدا. لا تقولها. أنت متأكد؟ ايه طبعا. أنا قبل ما حط الثياب بفتشهم كلهم لأنه ما بضمنهم. في ناس بتنسى أغراض بتنزع للغسالة. ماشي معلم مشكور كتير عزبتك معي. عادي ولا يهمك. تعال بكرة الصبح بيكون جاهز. ماشي ممنونة. يلا تصبح على خير. تلاقي الخير يا رب. أكيد عاصم بيكون قرأ المكتوب. يعني في احتمال يكون عم يضربها. أوف يا حكمة أوف. تولاي أهلا وسهلا حبيبي. هلا يا روحي. شو كيف صرتي؟ يعني مو كتير منيحة. في دوخة وهدت حيل وما قدرت أعمل لك عشان ما تواخذني حبيبي.
عادي ولا يهمك، مو مشكلة. يلا قومي نروح على الدكتور، وضعك ما بيطمن، خلينا نروح على المستشفى. اي تعبانة بس مالي مريضة مثل ما مفكر. يلا يلا جاهزة حالي. مرتضى ما تستعجل، خلص بكرة الصبح منروح على الدكتور. ليش لننطر لبكرة؟ لأنه الدكتور اللي لازم نشوفه مو بالمشفى، بكرة منشوفه بعيادته. ما فهمت، وليش بالعيادة؟ حبيبي مرتضى، لميس اليوم قالت لي يعني قالت لي انه اما لما كانت حامل بعصمت كانت تدوخ وتضل حاسة بهدة حيل وتضل تستفرغ. ايه خلص انسى، ما في شي. اوف انت شو عم بتحاولي تقلي لي؟ ما عم بفهم ولا شي مرتضى، ما عم حاول قلك شي اصلا. مين قالك انه ضروري خبرك بكل شي؟ خير ان شاء الله. لا تكوني تولاي تولاي، حاجتك بقى بالله جد. العمى ما أغباني، آسف حبيبتي، أنا آسف. لك ليش لكتفي والدوري؟ كنتي خبريني بسرعة. لأنه مو متأكدة، قلت لشوف الدكتور بالأول شو بده يحكي معي. على فكرة أنت آخر فترة حلياني وصايرة بتاخدي العقل، أكيد معك صبي. مرتضى حاجتك بقى. والله. طيب معناها بكرة الصبح منشوف الدكتور دغري. اي ضروري طبعا. حبيبتي. وهلأ بقى جاهزين لمفاجأة السهرة؟ ايه جاهزين. يلا اهلين. شوفي ليش مستمعين؟ فوت عود. ايه امرك. يلا اذا جاهزين رح اقدم لكم اشهر لاعب بمنتخب السلة، فكرة ألي بول. واشتريتوا له طابة؟ ايه في تنزيلات. ايه بس الطابة ممنوعة بالبيت، ما هيك حبيبي؟ لك قوم اعمل لك فتلة، خلينا اشوفك منيح. دور دور. يا سلام، هاي رقصة الهدافين. لميس، شلون فريق السلة بيجيب اشخاص بهيك طول؟ لهلأ ما فهمت. ناوي يخسر اكيد. انت يا ريت تخليك بالقدم وتقيمك من السلة. لك شبهك عم نمزح. صحيح اختي، بكرة في عنا لعبة. جد؟ شو هالحكي؟ في عندك مباراة دغري؟ ايه في. ايه وليش ما خبرته لاخوك؟ ليك ليه عم خبرتهم هلأ. طيب حبيبي ليش ما خبرتنا اول ما اجيت؟ جايين ما هيك؟ رح نجي طبعا، ما رح نروح اول لعبة، ما هيك احمد؟ انا ما بقدر، عندي امتحان الصباح. شو هالامتحان اللي حيصير يوم السبت؟ امتحان شو؟ لا يعني قصدي سبر معلومات، درس خصوصي يعني، والولد دفع لي مقدم، ما فيني اعتذر. وحكمت عنده شغل. ايه خلص ماشي، انا وليلاس وعصمت بنحضر اللعبه وبنشجعك. صح عصومي؟ انا رح شجعك. يا حبيبي ما فيك تعتذر؟ شبنا فيكو، بنحضر المباراة الثانية، الدوري بأوله. ورح خبر بدر يجي كمان مشان يكون معنا ويشجعك. اها. ولا شبك لا تخبص. انا فتحت تمي ما حكيت ولا كلمة. بابا شبك؟ طيب اشلح من رجلك. كتير ما بعتك، خلص هالمرة رح بيع خاتمك وبيع ماضيك يا شكران. الله يلعنك يا خاين، الله يلعنك ويلعنها. بابا بس ما تكون متورط بشي مصيبة. بابا شبك؟ شو القصة؟ تركي يروح بحال سبيله، المهم انه ما يبلينا. خير يلا روح اشلح بيجامة بلا ما توسخها، لساتها جديدة. ليلاس قومي البسي بيجامتك. يلا يلا تعال معي عصومي، تعال. شو صار معك؟ احمد يمكن هالمرة انا خبصت وقعت بالفخ. ليش عاصم عمل شي؟ هو لهلأ ما عمل شي بس رح يعمل.
شاف المكتوب ما هيك؟ مو متأكد لسه. انبسط لكان. لك يا أجدب أنا مليون مرة قلت لك لا تفوت بقصة أكبر منك مشان ما تقضي عليك، بس أنت ما بتفهم. طيب خلص فهمنا. ولك كيف فهمت؟ والله ما أنك فهمان شيء. تحمل النتيجة. خير شو بكون؟ ما تسأليني شيء. شو الموضوع؟ ما خرج قول شيء. أصلاً ما رح تصدقي إذا حكيت، بس أنا عن جد طلعت أغبى واحد بهالعيلة، وأنتو بكل شيء أذكى مني. أنا الولد الغبي، والله مو مسحة. ما اختلفنا، بس ما فهمت شو مخبين عني أنت وياه؟ ليش كل واحد بهالبيت صار عنده أسراره الخاصة وما حد عم بيسترجي يجي ويحكي لي بصراحة؟ خليكي أنا بفتح، أكيد هتسامح. يا ابني أنت وينك لهلأ؟ شو عم بصير معك؟ ومين هي البنت؟ وليش ما عم بترد على تليفوناتي؟ تعال يلا السفرة جاهزة يلا. ممكن طلب؟ شو رأيك اليوم ما نتعشى بالبيت؟ ممكن أعزمك على مطعم رايق ونتعشى مع بعضنا؟ مو قدراني، خليها لغير مرة، بلاها اليوم، يلا تعال. طولي بالك، الدكتور شو قلك؟ ما قلك ما لازم تضلك بالبيت ولازم تطلعي؟ بعدين صار لك شهر حابسي حالك. يا روحي أنا بوجودك ما بدي حدا، يلا تعال، رح يبرد الأكل يلا، يلا بقى تعال. جابر، أكيد الشرطة لما أخذوكم فتشوا كل الورشة إلا ما يكونوا ناسين شي شغلة. طيب نحن بالضبط على شو عم ندور؟ على أي غرض كان يخص بدر. وشو رح نستفيد من هيك غرض؟ خليني لاقي بالأول بعد بخبرك. إذا الشرطة ما لقت نحن بدنا نلاقي. يا من شان الله سكوت بقى وروح دور، خلصنا. فكر حالك ذكي يا بدر، أنا راح ورجيك شو عقاب اللي بيلعب معي. على فكرة اليوم الرز طعمته كتير طيب، المرة الماضية ما كان ظابط ابنه. اي صحيح، شو كان بدي اسألك ونسيت، مين بتكون البنت اللي اجت الصبح؟ ليكون قصدك البنت الصغيرة تبع الصبح؟ اي مزبوط. أنا مرة شفتها لهي البنت فوق، كانت واقفة بأول الشارع. وأهلها فقرة يعني؟ أي مزبوط فقرة. عم قول لما شفت تيابة توقعت تكون بنت حدا من النواطير اللي عايشين بالبنايات، عطول النواطير بيجوا بدقوا بابنا. مزبوط. شو كنت بدي أقول لك؟ اليوم الصبح أبوك اتصل وقال بكرة ضروري سامح يروح على الشركة. قال كتير عم تهمل شغلك بالشركة وصار لك أسبوع ما داومت. برأيي أبوك معه حق، يعني أنا ما عم بستوعب ليش ما عم تسمع كلامه. هو بضل أبوك. أمي أنت ليش هيك عم تساوي؟ شو عم ساوي أنا؟ يعني كيف قدراني هيك ببساطة تتجاهلي كل الأمور؟ عم تتصرفي وكأنه بابا لساته عايش معنا. مانو هيك؟ لا مانو هيك. أنا بعرف إنه أنت ما بتحبي نحكي بهالتفاصيل وحابة إنك تنسي هذا الموضوع، بس لما بشوفك عم تحكي هيك كتير بتزعجيني، بصير بكرهه أكتر من الأول. سامح، هاد بضل أبوك فما تحكي عنه هيك. لا أمي، لا مانو أبي، هذا مانو أبي. من لما أنت مرضتي وهو هرب مع حبيبته، من وقت لا هو أبي ولا أنا ابنه. مستحيل نلاقي أي شيء هون، حاجة ندور. شو مفكره غبي حتى يترك شغلة بتخصه بالورشة؟ أكيد نسيان له شي شغلة بالغلط. دورت وما لقيت شي هون. ادور بخير أرنا لما يطلع شي قدامك.
مرحبا علي. اهلا وسهلا. وينك؟ اهلا وسهلا علي. فيكن تقولوا لي على شو عم تدور؟ طمني كيف ابوك؟ صار احسن؟ وضعه كتير سيء وهو اصلا كان مريض، ولما دري اني دخلت على السجن وطلعت ضغطه ارتفع بزياده. يقوم بالسلامه. جابر، انت متاكد انه بدر هو يلي بلغ عنا؟ ايه متاكد. ايه شو رح نعمل معه لك؟ المفروض ما نسامحه على هالعمله. انا في خطه براسي، بس لحتى تزبط لازمني شي بخص بدر، اي شي كان يلمسه بايديه. يا اخي نحن قلبنا الكراج، ما لقيت غير بدر ينسى شي شغله من اغراضه وبهيك مكان يا زلمه. معلم، على فكره بدر باخر سرقه لبس الكفوف تبعي لانه كان نسيان كفوفه، وانا خبيتهم بمكان سري مشان مداهمات الشرطه. منيح اللي خبرتنا. وينهم هلا؟ تعال معي. وقف، لا تلمسهم بايديك. هات الخرقه، طالعهم بهي. اخيرا مسكت عليك شي. مفكر بتخفي اثار الجريمه يا بدر؟ هالمره وقعت خلاص. برافو يا علي. ولسه في طاقيه كمان. شو هاد؟ ممتاز ضياء، روح جيب شي كيس بسرعة. يلا. نحن اليوم رح ناخد بتارنا منه. باي باي بدر أفندي. باي باي. شو هالمجنون هاد؟ أبوكي أبوكي. ليش أبي بدق الباب دغري بيفتح بمفتاحه؟ وهاد أكيد حضرت دكتورك المجنون. فكري بيك، فكري بيك، يلا جاية. فكري بيك، فكري بيك، فكري بيك. شيما خانم. فكري بيك. شيما خانم. إيه شبك؟ تعال تعال. شيما خانم، شوفي فكري بيك. بتعرفي شو معنى العشق يا سرى؟ استنى بس، شلح من رجلك، شلح من رجلك. انا شو عم اقول شيما؟ شو عم بتقول امي؟ شبه هذا، شكله سكران. ما بعرف، يمكن مريض. شيما يا رب. مريض شو؟ سكران. اخ يا سلام على العشق. بنتي شبكي واقفة ترفعي معي؟ شلون بدنا نرفعه يعني؟ لك شبكي ساعديني بس. فكري بيك يلا. ما حدا بنتك مو جماعة، شكل سكران وما بيرفع. يلا فكري بيك، شو اللي صاير معك؟ ليش متقل كل هالقد؟ العشق على مهلك. تعال تعال عود هون على مهلك. العشق العشق. امي حروح على اوضتي. فكري بيك. شيماء خانم. تفضل فكري بيك. والله العشق الملعون ذبحني. ايه شبه هاد العشق؟ هالعشق ذبحني والله، بتخلي الواحد يحس مثل اللي وقع هيك عن حمار كبير. عن جد مو معقول هالتشبيه، شو حلو فكري بيك. بشو بدي شبهه لك؟ الحب مجنون. فكري بيك، وطي صوتك، هلا بسمعوك الجيران. خليهم يسمعوا، الحب مو حرام ولا غلط. مزبوط كلامك والله، الحب هو أحلى شعور بالدنيا كلها، ولا أروع منه. ما هيك؟ أحلى العشاء. فكري بيك. شو رأيك تشلح جاكيتك لتنام براحتك؟ ارفع حالك بس شوي. ايه انا هلا. هات الكاميرات بالاول. خلص ارتاح. ايه علي، شكلك فارط على الاخير والله. شو هالخاتمة؟
ما معقول. جاي بقولي كرمالي كرمالي أحرف اسمي الشبكي طولي بالك لا تبالغي. بس كان عم يقول أنا حبيت. يعني حبني أكيد. الشبكي مو لهالدرجة ما قال حبيتك. ليكون إيه؟ كبري عقلك كثير عم تبالغي انتي. لا والله بجد فكري بيعملها. معناها ايه؟ معناها فكري ناوي يخطبني وجايب خاتم الخطبة. طيب انا شو بدي اعمل؟ كيف بدي اتصرف؟ كبري عقلك شيماء. اوعك موجة تسمعك هلا. اوعك تورطي حالك. وانا ما رح اقول له لا اذا طلب ايدي.